محمد معنا في هذه النشرة. بداية، ما المناطق التي شملها القصف في حلب؟ نعم، يعني في الحقيقة كان اليوم يوم عنيف جدا بالنسبة للأهالي في مدينة حلب، حيث تعرضت العديد من الأحياء إلى قصف قوات النظام. لو أردنا أن نجمل هذه الأحياء فهي الأنصاري الشرقي وحي الحيدرية وحي أرض الحمراء وحي المرجة، حيث أصيب في منطقة الدوار وكرم حومد، حي الصخور أيضا قصف في شارع الفيلات وسوق الخضرة، حي طريق الباب هو الآخر قصف جامع عبد الله بن رواحة وقرب مدارس الكفاح، حي قاضي عسكر قصف من الطيران المير وحي بالبراميل المتفجرة، حي الصالحين عند دوار الصناعة الخامسة تم قصفه من قبل قوات النظام، السكري والفردوس وظهرة عبد ربه أيضا. كل هذه الأحياء هل هي متقاربة في نفس البقعة عواد. في حلب؟ نعم، يعني تقريبا كلها تقع، غالبها يقع في الأحياء الشرقية في مدينة حلب. يعني ربما النظام أراد أن يعود بعد العاصفة الثلجية، أراد أن يعود بطائراته لكي يعني يقضي على عدد كبير من الأهالي، ما يقارب 40 شهيد موثقين بالاسم حتى هذه اللحظة، زيادة عن شهداء لا يزالوا يعني غير معروفي الاسم، ما يقارب 16 سيدة والطفل قتلوا في هذه الحملة الشرسة على المدنيين في هذه المناطق، الجرحى بالعشرات وبالمئات داخل المسافة الميدانية. أيضا المسافة الميدانية تعلن حاجتها الماسة للتبرع بالدم لكل من هو خبرة في الإسعافات الأولية، كل من هو قد يساعدهم داخل المسافة الميدانية. من حلب عبر الهاتف محمد الهادي مراسل شبكة شام، شكرا جزيلا لك.